والله نشكرهم برشا، معناها ظهر لي اجواء ممتازه اليوم، كانت مباراه طيبه معناها من كلا الفريقين الحمد لله. معناها اليوم تعديت المباراه في كامل الروح الرياضيه، ظهر لي خلقنا برشا فرص ما عرفناش كيف نجسدوهم. ان شاء الله معناها باقي المباريات نحاولوا معناها نكونسونتري ونعرفوا نقتلوا الطروح نتاعنا من الاول. ظهر لي معناها فريق ممتاز، لكن عرفنا كيفاش نتحكموا في الكرة خاصة في البريمير ميتون وآخر دوزيام ميتون. إن شاء الله معناها نشوفوا معناها باقي المباريات الودية اللي باش نخوضوها لنا في المغرب تكون بمثل الأجواء هذه إن شاء الله. مقابلة كانت مقابلة بالطبع ما عند ودية إلى الاسم، فكتعرف كانت اليوم كان تدخل بدني كان تقني تكتيكي، اللاعبين بالطبع للفريق التونسي والفريق الجليدي كل واحد بحث عن الفوز. سجلتنا إصابة في الشوط الأول اضطراب بالطبع حتى خطأ اللي ما كناش كنتظروه، لكن رجعنا في المقابلة وهذا هو اللي ارتحيت ليه بأن لم يؤثر علينا نفسانيا. فواجهنا فريق كبير، فريق عالمي، فريق ترجي معروف يعني بكؤوس الافريقيه اللي فاز بها وبكؤوس العربيه يعني وحتى مستوى اللاعبين اللي عنده. ولكن اليوم جديده بينات بان فريق اللي غادي يقارع الفرق الكبرى داخليا ولما البحث في اخر سنه على مكان اللي يقدر يعطينا واحد الفرصه باش نشاركوا قاريا. دي بريباراسيون لي دي زيكيب، انا في سيرتو انا جديد في الترجي، عندي اسبوعين في الترجي، حبيت نشوف المجموعه. شاركنا أكثر ما يمكن من اللاعبين باستثناء اللاعبين الموجودين في المنتخب، يعني مباراة طيبة، خاصة أن احنا الأسبوع الفارت كنا في تربص مغلق، تربص تعملوا أنتم تقولوا كونسنتراسيون كلها فيزيك، نجي ما توندي با سيروندمون دي مي جوار، مي سيتي بيان دو دي كوتي. جو ريميرسي توس، جو ريميرسي جديدة، جو ريميرسي لي بيبليك، جو ريميرسي تو لو بيبل ماروكان، ميرسي أفو.